لسا ما الحجار أزهانه طاير مع الطيور أمياله. المشاهد الكريم، لازلنا نحاول أن نتسامر حول سيرة عطرة لفنان هو نسيج نفسه وخلى أن يجود به الزمان. بنقدمه للأجيال المعاصرة بتشوفوا عن قرب ويستمعوا له عن قرب، وبعدين سعادتنا يعني اكتملت بحضور ابن الراحل المقيم والذي يشبهه في كثير من الأشياء. قبل ما نمشي التسجيل قال لي يا أخي أنا نسخة من أبوي فقط، لا أستطيع أن أترنم وأغني مثل ما يغني. لكن داير برضو المشاهدين يشوفوا داود ويشوفوا عبد العزيز ويشوفوا زي ما بيقولوا الخواجات الجينيتك ريسورسز، يشوفوا الجينات في عبد العزيز. وده ما لا أبخز قدر أبنائه وبناته، ولكن أقول هو أقرب أبناء وبنات عبد العزيز لعبد العزيز نفسه. عز الدين نرجع لك تاني. مرحبا. تفتكر لو قدر لك عشان تعمل شغل زي الشغل العمل داود؟ نعم. وأنا عارف إنه برضو أنت عندك مكتبة وعندك تسجيلات نادرة للراحل المقيم أحمد المصطفى. نعم. كنت حسجل شنو عشان الأجيال لعبد العزيز محمد داود، عشان الأجيال تستمتع وتديهم شنو من الوثائق يعني؟ الراحل عمنا عبد العزيز محمد داود عنده تسجيلات طبعا في الإذاعة أولا، ثم بعد ذلك لاحقا في التلفزيون. لكن بس للأسف الشديد أنه عبد العزيز محمد داود ودفعته من الفنانين زي أحمد مصطفى، زي حسن عطية الكاشف، ديل طبعا بدوا الغناء في الإذاعة السودانية من سنة 40 لحد سنة 49 كانوا بغنوا لايف على الهواء. كانوا بغنوا على الهواء. نعم. من 49 لحد 57 كانوا بغنوا في الأسطوانات اللي هي كبيرة داية. 57 بتاعت الأردواز. أيوة. 57 جاء التيب الماجنتيك تيب اللي هو الشريط الريل. لما جاء للأسف الشديد يعني استصدر قرار من الإداريين في ذاك الزمان بأن تحرق كل الأسطوانات اللي كانت بتحمل التسجيلات من سنة 49 لحد 57. يعني نحن نقدر نخلص في الآخر لأنه نقول أنه هؤلاء الرعيل الأول من الكبار عبد العزيز محمد داود أحمد مصطفى أنهم عندهم صوت بتاع 17 سنة مفقود. أيوة. ما موثق. يعني هم لما كانوا في ريعان شباب في العشرينات صوتهم ما اتوثق. الكلام ده يا باشمهندس يبان الفترة الحكم مايو. لا 57 57 بالضبط تم حرق الاسطوانات. الكلام ده طبعا انا ما ابتكرته انا ولا ابتدعته. ده كلام موثق يعني. نعم. وفي ناس حاضرين في ذاك الزمان استمعت اليوم انا في روايتهم عن الموضوع ده. وفي برضو شيء موثق في الكتب. جريمة كبرى. فالمشكلة كلها في الامر انه انا لكن استمعت لصوت عبد العزيز داود في بعض الفلتات، يعني في بعض الاسطوانات اللي سجلت ما تعرضت لحرق يعني، وانتقلت وبقت مسجله في ريل نقلوها يعني. وفي بعض التسجيلات موجوده في اذاعه ركن السودان. نعم. اذاعه المصريه كانت بتجي هنا بتسجل وبتمشي تودي هناك. نعم. ففي تسجيلات للراحل عمنا عبد العزيز محمد داود جميله جدا ونادره، وصوته كان بالضبط في سن صغيره، واللي هي دي يفترض انه لازم انت لما تيجي تتكلم عن شخصيه معينه وتوثق لها لازم تدي التمرحل بتاع صوته في السنين المختلفه. نعم. عشان تشوف مدى التارجح بتاعه هو الكيرف بتاع الصوت بتاعه حصل فيه شنو. فهو عنده ميزه جديده جميله جدا جدا، وكان عنده ميزه في انه لما
يقف أمام الجمهور أو أمام التسجيل بيكون عفوي جدا. اللي هي برتجل برتجل. وبعدين الأغنية ذات يعني بعد ما يغنيها بالأسلوب الوضع له الملحن هو بعد ذلك بينزل أسلوبه الشخصي. صحيح. أسلوب الشخصي اللي هو غالبا ما السلطن زي ما بقوله. السلطن وبيعمل حاجات بديعة جدا. هو أول فنان في السودان ابتكر الأسلوب العفوي في الغناء. ما في قبل زول كان عنده أسلوب عفوي أفتكر يعني. لكن ده شيء لنا لمسته في تسجيلات لعمل الراحل عبد الرحمن أبو داود منذ بدايته يعني. نعم. وبالنسبة للتوثيق وبالنسبة للتسجيل أنا عندي والله أعمال كثيرة له مسجلة وأحب أستمع له كثير جدا جدا. أولا من ناحية لغوية أنت بتتعلم من أسلوبه وخارج الفاظ. أنت مغني أيضا. وهو كان مرتل من الدرجة الأولى. بتغني برضه. وكان درس في التجويد كثير. نعم. في الخلوة. ورغم الأسلوب الصحيح كيف تغني وكيف ترتل وكيف تمدح. فهو علمنا نحن كناس مغنيين علمنا كيف تطريب كيف نطرب وكيف في نفس الوقت نستخرج الصوت يعني هو الحروف تكون واضحة بشكل يعني. نعم. فدي ميزة فيه كبيرة جدا جدا. والتوثيق له كان لابد أن يتعامل لأنه قبل كده فيش زي فيلم سينمائي يتعامل لعبد العزيز محمد داود ونحن لازم نتطرق للأمر ده هسه. اللي هو الفيلم ده اتعمل ما بين 79 لحد 84 اجتمعوا بعض الناس ورأوا أنه هذا الفنان لابد أن يوثق له وعملوا له فيلم. الفيلم كان بإخراج الراحل حسين شريف مخرج السينمائي السوداني الكبير وكان برضو باشتراك سعد علمك في مسألة السيناريو مسألة الإعداد للعمل وبطولة عبد العزيز محمد داود. الفكرة فكرة المرحوم علمك نفسه. نعم. المرحوم الرحمة جميعا. أيوة. معليش أنا ما قطعت في الوقت دي لكن الفيلم ده زي ما قلت بدأ تصويره في 79 ووقف في 83 صورت منه تقريبا 16 ساعة وانا موجود في واحدة من التسجيلات في جبل أولياء أذكر يعني الوقت ده كان في الثانوي يعني. فللأسف الشديد الأشياء دي موجودة ومكتملة في دي في دي ولم تعرض لها 26 سنة لم تعرض. وديرس داود دعني أوجه رسالة لكل المسؤولين يعني ابتداء من أول رجل في الدولة الأخ الرئيس والأخ وزير الثقافة خلونا نتكلم عن ضرورة عرض هذا الفيلم التسجيلي. أنه لما نتحدث عن 16 ساعة عن فنان عظيم زي ده أنا بعتقد من حق الأجيال ومن حق أي سوداني أن, أن, أن يشاهد هذا الفيلم. وبفتكر ما بتكون في مشكلة أنا نيابة عن هذه الفضائية بقول هذه الفضائية تتيح هذه القناة لبس وإعادة بس هذا الفيلم. وخلونا نحن هسا الأربعة نشكل لنا نقول نحن هسا نقول لجنة ما نسمى لجنة نحن جماعة مهمومة ببعث هذه الوثائق إلى المستمعين والمشاهدين خاصة. حيكلمنا هسه البروفيسور الصديق حيكلمنا عن ملاحظات خواجاته سمعهم زملائه سمعهم هذا الصوت ودايره يكلم المشاهدين ماذا قال الخواجات عن عبد العزيز محمد داود. ولما اقول الخواجات انا بتكلم عن ناس طبيعي جدا في اي بيت بيكون في بيانو عندهم وطبيعي جدا بيكون مسألة الغناء دي ما ساكت. ماذا قالوا عن عبقرية هذا الصوت الأصدقاء الذين استمعوا له من جنسيات أخرى. والله شوف قبل أنتوا ذكرتوا حكاية الكبريتة دي. أي. الكبريتة إحنا كنا سنة 70 مشينا أسبوع السودان في الكويت والمرحوم أبو داود طلع في المسرح وغنى. فكان وزير النفط في الزمن ذاك اسمه عبد الرحمن عتيقي وزير النفط الكويتي اتبسط بسطة شديدة جدا وطلع لأبو داود في المسرح
وطلع بطرة دينا ما في أبو داود وقلع ساعته الدالة أبو داود وداو كبريتة. شوف فدي كانت بالنسبة لي حكاية كبيرة مميزة جدا وحكاية كبيرة جدا كونه يعني يلاحظ إنه الراجل ده إيقاعاته بيحفظها بكبريتة شال له كبريتة وكان في أكبر كبريتة في الدنيا كان جابه برضو الدالة. الشغل اللي أنا اشتغلته يعني مع واحد هناك معنا اسمه ديفيد نكارسون هي أخذنا أغنية بتاعت جسمين منحول عتيق أيوة جسمين منحول بصوت أبو داود وغناء أبو داود ألحان كروما وكلمات الشاعر الراحل المغيم محمد بشير عتيق محمد بشير عتيق وبعدين قمنا مزجناها بأغنية بتاعت واحد اسمه جوردون لايت فوت جوردون لايت فوت ده مغني كندي وصوته باس برضو زي نفس الصوت بتاع أبو داود غليظ أيوة. فمزجناهم مثلا دخل أبو داود يغني جسمين منحول جزء منها بعدين ندخل جوردون لايت فوت بيه كده بعدين نعمل أبو داود بعدين نعمل جوردون لايت فوت فطلع عندنا ميكسينج بالنسبة للمزج بالنسبة للصوتين ديل وبعد ده قمنا حللنا الأصوات دي عشان نشوف البيتش نشوف شنو نشوف في حاجات كثيرة مثلا في الصوتيات الزوايا بتشوف انت الى المدى اللي بيطلع عليه والمدى بينزل والمدى وكده فلقينا انه حسب كلامهم وحسب البتاعات الموجودة عندنا انه المدى اللي بيصل به الصوت المساحة اللي بغني فيها أبو داود مساحة كبيرة جدا جدا يعني عالية جدا جدا وكبيرة بالنسبة للصوت بتاع جوردون لايت فوت اللي هو كان في مساحة أقل في الزمن ذاك هو كان يعني راجل عنده صوانات كبيرة وكان فنان عالمي ضخم فنان عالمي أيوه فده كان واحدة من الحاجات والحقيقة هم يعني الناس ما كان مثلا بيعرفوا الكلام شنو هو لكن الموسيقى طبعا ما عندها وطن والموسيقى هي بتعبر بين كل الأوطان نعم الأوطان وبين كده ف يعني كان بيقولوا إنه يعني الراجل ده لو كان موجود هنا ما كان في حد حيغني معه في وبيغنوا طوالي بناس ايزاك هيز وناس جماعة الأصواتهم غليظة والأصواتهم كده لكن طبعا انت الصوت الغليظ ده ما هو لوحده ما بيعمل حاجة صحيح يعني لكن لازم يدخل في قالب إبداعي. موسيقي إبداعي وانت أخونا عز الدين لما تكلم هنا عن حكاية الارتجال دي أنا كنت الأولاد بيجي يقولوا بنقلد أبو داود وكده بقول له انتوا هاي غنوا ما مشكلة يعني الغناء لكن أبو داود نفسه ما بقلد نفسه صحيح أبو داود في أي حتة بيجي يغني بيكون بيرتجل في اللحظة دي في اللحظة اللي فيها كده يعني مثلا أغنية بتاع زهرة الروز اللي أنا عندي يمكن 20 تسجيل ما في أي تسجيل زي الآخر ولا بيساوي زي الآخر لأنه في اللحظة اللي هو بيعمل فيها الغناء انت ملاحظ ان ابو داود حتى في النكات بتاعته دي واصل بيرتجل صحيح نكات بيرتجل تقول سرعه بديهه نعم يس هي سرعه بديهه يرتجل في سرعه في الكلام اي حاجه طوالي بيرد عليها لما يجي يدخل هنا في الفورمه بتاعت الغنى بكون عنده بقى سيطره كامله سيطره كامله على الجو وعلى كده حتى انا كنت ذكرت لك يا داود نعم. الاغنيه بتاعت فلغ الصباح نعم فلغ الصباح دي شوف رقيقه كيف أنا ما شعرت بالرقة بتاعته إلا لما استمعت لها من أبو داود لما يجي في حتة مثلا الاسفرار ده كثير أخجلوك يا أمير مرة يقول أخجلوك يا أمير مرة يقول آخ جلوك يا أمير شفتها آي ولاحظتها برضو في نسائم الليل فيها حتة بيقول بدم دمعة عيني مرة يقول بدمعة عيني ومرة يقول بدم دمعة عيني شفتها فالارتجال هو يحدث للنص الشعري أيوة. إضافة تزيده جمالا ويحدث للحن إضافة تزيده جمالا أيوة. بعدين الكلمة ذاتها يعني قول مثلا أشوف رشيم ده أنا لقيته في 6 مستويات أيوة. ولا من عمله في دروع عودة أيوة. طيب مثلا رشيم يضلي فوق خدودة مثلا مثلا كلمة انت بتشعر مثلا فيها قلقلة بتشعر ان الكلمة دي يعني
هي الكلمة ما كلمة كلمة عادية. بعد شوية شوية بتتحول لكلمة شعرية. نعم. بعد شوية بتتحول لكلمة لحنية. وجمالية. آي. بعد شوية من الكلمة اللحنية بتتحول لكلمة نغمية. نعم. بتبقى جزء من النغم. فدي الثلاثة حاجات دي يعني مثلا في واحد يقول لي يا أخي الزول اللي بيتمضمض بالغنى. يعني حكاية الترجيع أنا قلت لي الخليفة ده يتمضمض الخليفة ده لخمت لك بحكاية الترجيع والتهديل والبتاع نحن نرجع نرجع بعد ما حضرت الحفلة مع الخليفة العباسي قالش الردود رد الفعل بس أنا أقرأ لك رد الفعل بتاع الخليفة شفت كيف وبعدين أقرأ لك رد الفعل بتاع اسمه إسحاق الموصلي طيب يعني دي الاثنين ما هينين هو غنى زهرة الروض الظليل في ذلك اليوم على بلاط الخليفة الواثق قال إسحاق ما سمعت هذا الصوت إلا وظننت أن الحيطان والأبواب والسقوف وكل ما في المجلس يجيبه ويغني معه من حسن صوته حتى خلت أنني أسمع أعضائي وثيابي تجاوبه وبقيت مبهوتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبي من اللذة التي غيبتني عن الوجود هل في الدنيا غناء مثل هذا ونحن لم نسمع به ولم نعرفه بعدين طبعا استمر أبو داود في الغنى بتاعه يصدح ويغني وبرعي يعزف والقوم قد سكروا طربا وهم يتمايلون مع أيها العشاو دارت كأسكم يا سلام يوم جينا نصطلي من ناركم وصدى النائي وضفاف الغدير تترنم حمرة في الخد آذاها العبير تتظلم قصة في العين والصمت المثير يتكلم فقام الخليفة قال الخليفة بقى لما ذكروا له الحاجات دي أيوة لما أبو داود لما غنى صفو الجمالي صافي الماء على البلوط بتاع عبيد عبد الرحمن أيوة فيها حتة بيقول وعندما وصل أبو داود إلى وعذابي لو سراك طبعا أكون مسرور وصل الطرب بإسحاق الموصلي رمته فقال مخاطب الخليفة الواثق بلى يا مولاي أحسن وأوفى يسرنا ما يسرك ويغضبنا ما يغضبك حتى ولو كان في ذلك عذابنا فقال الخليفة وأيم الله إننا لم نسمع غناء هذا في هذه الأرجاء وإنني أعلم الناس بالشعر وببحوره وبفنونه ما فاتني منه حسن إلا وقفت عنده وما عرض علي جزل إلا تمعنت فيه ولكن مثل هذا هنا ما ظننت إنني ملاقي واصل يا سلام وبعدين أنا أعلن مجاني إنه الكتاب ده نفد من السوق لكن بيقول بنقول كتبت عن مناقحة أنا أفتكر بيقبل زيادة لا هو دلوقتي ده وعاه أنا ما كتبت برضو عن برعي نعم برعي براو كتبت عنه من زرياب إلى برعي وبالعكس نعم فالاثنين حطلعهم في واحد في كويس. كتاب واحد إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية ذات مفروض يكون لناس الدراما يعني الشغل جميل عامل دراما داود داير تقول حاجة أنا كنت داير أتكلم والله لا أنت أنا مدير الحفلة دي أنت سنة 80 قبل وفاة والدك عليه رحمة الله أنا خالي برعي محمد ضفاع الله رحمة الله عليه بيبقى لدار السلام وتخالم نعم عليك الله ايوه عليك الله ان شاء الله كويس يا رحمة الله عليهم برضو بشوفها استاذنا وحبيبنا الراحل المقيم عبد العزيز محمد داود وبعدين لما طلعت الاغنيات حقاتي وظهرت كشاعر قام يعني هنا بديت ادي اعمال لخالي الاستاذ برعي محمد ضفاع الله عمل لي كم عمل كان في باله انه يشجع الشباب فكم عمل لي ثلاث اربع اعمال سجلوا فقام قاعدين بنشرب في شاي قام قال لي خلاص انا عزلت منك اغنيه نعم ده الراحل المقيم عبد العزيز محمد داود فكانت هي لا تسافر يا حبيبي لا تسافر آهي لو تعلم
كم يضني فؤادي البعد كم تدمى الخواطر ويضيع الحس قهرا ويهاجر لا تغادر يا حبيبي لا تغادر. دي ليك انت عشان ما سافر بعدما ضيعت عمري في الرجا مل الفؤاد الانتظار والتياع الصبر أججني سقاما واحتضارا والليالي دائرات دائرات وهي لا تدري مدارا كنت أهواك بسري بت أهواك جهارا خلني يا هاجس الشوق ودعني إنني صب مغامر فبربي لا تغادر يا حبيبي لا تسافر لا تسافر يا نجي أبدا ها هو الأفق ينادي بشروق قد بدا يا أنيس الروح كن دوما كبدء المبتدى وحبيب القلب أنت فاسكن القلب على طول المدى ولعمري أنت لي ناه وآمر فبربي لا تسافر يا حبيبي لا تسافر. صنع لها الموسيقار الراحل المقيم بوراي محمد ضفع الله لحنا وجلس عبد العزيز محمد داود وبرعي 4 ساعات متصلة كنت أسترق السمع إليهما وهما يحفظان هذا العمل والماء يقدمع وحزنت جدا إنه التسجيل الوحيد للبروفة دي لسه ضايع عندنا في منزل الخال بوراي محمد ضفع الله. وذهب سفرته التي مرض فيها بالحمى الى غرب السودان الأبيض وعاد بعد ان ودعناه ووعد ان الاغنية الجديدة حتكون هذه الاغنية. فالشاهد انه رحل في تلك الليلة الشهيرة وبعد سنوات من رحيله استمع الراحل المقيم بوراي محمد ضفع الله الى فنان شاب قادم من بور السودان اسمه من بور السودان اسمه ياسر. فسجل ياسر هذا العمل بصوته لكن اي مستمع يستمع الى هذا العمل بيستمع في رجع الصدى صوت الفنان راحل المقيم عبد العزيز محمد داود. انا متاسف اخذت جزء من الحلقه دي في بتكلم عن حاجه حقتي لكن قدم لنا حاجه يا داود هسه من حاجاتك اللي جبتها علينا. نحن قبل عملنا حاجه الكبريتة وكان انشاد ديني مش كده انشاد السراي طيب ما انا اسمع حاجه الاوركسترا نسمع حاجة بالأوركسترا حزار الحي. جميل. طيب قبل ما نسمع يا داود كده حدثنا عن الأوركسترا دي قطع شيك بتعرف جزء من الناس اللي عزفوا العمل ده يعني بتذكر أنا طبعا ما في عمل بيتم وقبل ما يتم العمل يعني لا يذكر قبيل أنت قلت برعي رحمة الله لا يذكر عبد العزيز ولا يكتمل الحديث إلا ذكر برعي وعلي المك رغم انه علي المك وما مش ما عازف لكن انسان كان متزوق للفن وللحقيبه ولفن ابو داود يعني عشقه هو كان عنده عشق كده لا يضاهى يعني. نعم صحيح. فاي عمل انا بتذكر كان علي المك بيكون موجود عليه الرحمه وبرعي ومن العازفين كانوا موجودين ربنا يطول في عمرهم عبد الله عربي ومحمديه والمزارع في الايقاع اسماعيل يحيى وكتبه نعم وبذكر في الاكورديون كان دائما بيكون موجود معه فتح الهادي رحمه الله عليه وديل دائما في اي بروفه كانوا بيكونوا هم اول ناس يعني بيكونوا موجودين مشاركين ربنا يعني يطول في عمر الموجودين ويرحم الرحل. ف هي الاوركسترا كبيره لكن ما اذكر كل الاسماء موجوده يعني. المشاهد الكريم نشوف ونستمع الى هذا العمل ونعود مره اخرى نواصل السيره العطره للفنان الكبير عليه رحمه الله عبد العزيز محمد داود. Thank you.
الحي على عذر الحي رفقا بالحياة حياة أرأيتن حبيبا قد توارى يا عذر عذر الحي من عذر الحي عذر الحي رفقا بالحياة أرأيتن حبيبا قد توارى يا عذر عذر الحي من عذر الحي المشاهد الكريم نرجو أن يمد الله في الأجال وتتاح فرصة عشان نمشي في الاتجاه ده. أنا بقدر بقول ده مدخل لبحر عريض بحر ضخم جدا يعني بحر خضم لبحر الراحل المقيم عبد العزيز محمد داود. وهذه يراعى البروفيسور جبيل جرينا حتة يجلس فوق نجيلته يغني يتربع على عرش الغنى زي فلق الصباح أو أنة المجروح ولما يشوف عذار الحي بيفرش ليهن الغصن الرطيب ويزيد جمال ونضار وطيب ويقضي الفوق ضفاف مدر ويرجع تاني ويعود وعاد كيفين غزال البر بيرحل ونحن في الساحل ونحن كنا بالنادي حليل الخدو كان نادي. المشاهد الكريم ذهبت الدقائق سريعة ودارينك توقع يا عز الدين أحمد المصطفى وقع لنا على نهاية هذه السهرة ونحن على مشارف الختام. ماذا تقول؟ رحم الله عمنا الراحل الفنان الفز النادر عبد العزيز محمد داود وأرجو أن نواصل الاستماع كل الشعب السوداني يواصل الاستماع لي عبد العزيز محمد داود شخصيا. نعم وأنا شخصيا أحب أستمع له ليلاً ونهاراً في كل الأوقات. نعم. وذا أعتبره غذاء روحي. نعم. لما له من صوت جميل وإبداع وفن. نعم بروفيسور ماذا تقول أو توقع؟ الذي يريد أن أقوله لم أقوله. نعم ولكن تتاح لنا الفرصة أخرى مرة ثانية عشان نقول ما نقول ما أقول ولن نصل إلى نهاية. إن شاء الله. أنا أفتكر إنه يعني لو ختمنا بإنشاد اللي هو ممتاز به جدا جدا خاصة في بتاعت من الفارد ولا أي من الإنشادات اللي كان ممتاز به هو يكون كويس. نعم وداود جاب لنا مادة أفتكر لكن قبل ما نستمع للمادة داود برضو لابد أن توقع نعم. على هذه السهرة. نعم. ونحن بنتمنى لك وانت بسافر بكرة أو بعدين بالأحرى. نعم. بنتمنى لك أن تستمر في هذه الرسالة الكبيرة وألا تكون قاصرة على الوالد فقط لأنه أصلا انت هسه بتحمل الفن السوداني وزي ما انت عارف وزور متخصص يمكن وما بقول الكلام ده لأنه أنا سوداني لكن أنا بعتبر من أسرى بلاد الدنيا السودان في مجال الفنون. نعم. أنه التركيبة حقته ده كلام كثير ماذا تقول؟ نحتاج لحلقات عشان نتكلم عنه. رحمة الله على عبد العزيز محمد داود وعلى بوري محمد ضفال وعلى علي المك وعلى كل مبدعين أرض بلا. الخليل يعني السودان. أنا بوقع بقول أنه يعني زول بتمنى انه يغني غنى داود بس قبل ما يغني انا شفت ناس كتار بيغنوا في التلفزيون وفي كاسيت بس يترحموا عليه وقبل او بعد ما يغنوا يقولوا رحمه الله على عبد العزيز محمد داود. نعم ما داري منهم حاجه غير كده. نعم يعني ومش يترحموا نعم. عليه بس نعم. برضو القوانين بتوجب نعم. ان يعطى اصحاب الحقوق الادبيه حقهم اذا في كل لحظه يغني نعم. فيها المغني الآتي للجمهور حقه المادي وحقه الأدبي. كنا وكنتم سادتي الكرام سيداتي في حلقة خاصة
حاولنا فيها أن نرسم بعض ملامح لشخصية جميلة بكل ما تحمل هذه الكلمة، هو الفنان عبد العزيز محمد داود، وكان ضيف شرف هذه الحلقة ابنه القادم من لندن أو من المملكة المتحدة داود، وكنت في معية بروفيسور محمد عبد الله الريح والباش مهندس الفنان عز الدين أحمد المصطفى. وغاية ما نتمناه أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، ومسك الختام في هدية يقدمها أيضا داود عبر تسجيلاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم. فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم. وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مونسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى، ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم. وحبب إلينا الحق، وعصم قلوبنا من الزيق والأهواء يا خير عاصم. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. ودمر أعادينا يا حليلهم دوا مطراهم، يا حليلهم دوا مطراهم، نحنا برضو في ذكراهم يا حليلهم يا جميل.